اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. هل كشفت المخابرات المصرية مخططا اسرائيليا للوصول الى الاس 400 انطلاقا من قبرص؟ هذا ما تكشفه مصادر اسرائيلية. المسألة تتعلق اذا بتعاون مصري جزائري على صعيد المخابرات العسكرية، وهذا محتمل وبشكل كبير جدا مع استعادة سوريا. هنا يطرح سؤال: إسرائيل لديها عدو اسمه سوريا، ولا ترغب بأي حال بتطبيع عربي قد يجعل محور المقاومة أقوى عبر الجزائر، دمشق، والمحور السوري أيضا الروسي على وجه التحديد. هذا لا ترغب فيه أبدا إسرائيل، لأن التفاهمات اليوم بين بنت وما بين بوتين قد تصبح غدا باتجاه براغماتية بوتين نحو هذا المحور العربي الجديد، خصوصا وأن الوضع اليوم يذهب أبعد باتجاه إفشال مخططات إسرائيلية لا ترغب إلى حدود اللحظة تل أبيب في أن تخرج عن خط بريطانيا. فالخط البريطاني في مشاكل المغاربية على وجه التحديد، وخصوصا بالنسبة لمشكل الصحراء وغيره، هذا المشكل لا تريد إسرائيل أن تتخذ فيه موقفا متقدما عن إدارة بايدن كي لا تدفع أي ثمن، ومن ثم فإنها لجأت مباشرة إلى بريطانيا من أجل أخذ نفس المسافة التي تأخذها لندن. وهذا يعني مباشرة أن تل أبيب تريد العمل على موقع في جبل طارق، وافتتحت مكتبا هناك وتحت أرقام مكشوفة اليوم لجميع أجهزة المخابرات. إسرائيل لديها الآن، عوض أن تكون في منطقة أخرى، فهي في جبل طارق وتثق في جبل طارق، ولديها المكتب في جبل طارق، وعملياتها اليوم هي بين قبرص وبين جبل طارق. وهذا يعطي أفقا للمثلث المكتمل: تشاد، جبل طارق، قبرص. هذه هي المنظومة التي يعمل عليها، أو على الأقل هذا المثلث للعمليات بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل إذن تتخوف من محور القاهرة الجزائر العملاقين الأفريقيين في هذه المرحلة، وأهم من كل ذلك فإن مصر إن رغبت في القمة ستكون القمة العربية. هذا يعرفه تبون مباشرة: القمة والجامعة مفتاح بيد القاهرة. صحيح رمضان عمامرة نبه إلى شيء بأن التمثيل، إن فشلت هذه المحاولات بالنسبة للتأجيل سيكون ضعف التمثيل، سيكون تمثيلا منخفضا للغاية. وأهم من كل هذا، يعرف جيدا رمضان عمامرة أن مسألة إسرائيل ومسألة سوريا، وأهم من كل ذلك أن هناك حسابات يعرفها جيدا الاستخباريون، أو على الأقل هذه الأجهزة المتابعة. من جهة مصر تريد تصنيعا عسكريا انطلاقا من الجزائر، ما دامت أنها تحت سقوف إسرائيلية أمريكية في الموضوع، ولدى الجزائر هذا الهامش للمناورة وللتصنيع على أراضي مصرية أو برأسمال مشترك مصري جزائري على الأراضي الجزائرية. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هناك رغبة في إعادة قيادة مصر للعمل العربي المشترك. أهم من كل ذلك أن الجزائر التي راسلت برسالتين خطيتين إلى كل من السعودية وقطر، وهما أصحاب الفيتو ضد سوريا. ومن الجهة الثانية سنجد على أن الجزائر ينتقل رئيسها إلى مصر. هي لم ترسل رسالة خطية كحالة السعودية وقطر مثلا، وإنما أرسلت الرئيس نفسه من أجل الزيارة هناك والتباحث. هل تريد مصر هذه القمة أم لا؟ هذا هو السؤال. وأهم من كل ذلك تعزيز التصنيع العسكري الروسي وتطويره نحو أجيال جديدة، ليس فقط عبر الروسي وإنما أيضا الصيني، وهذا شيء هام.
لأن الرئيس الجزائري هو نفسه القائد العام للقوات وأيضا وزير الدفاع. إذن بالنسبة لهذه الوضعية اليوم وبالتفاهم المباشر مع مصر يكون الأمر قد حسم. بعد شنقريحة وبعد الزيارة التي قام بها أصبحنا نرى اليوم التبون، لأن كل السر في العمل العربي في القاهرة وهذا شيء معروف. أهم من كل ذلك سنرى على أن التصنيع الذي أقال من خلاله السيسي قائد البحرية وأعطاه منصبا لمواصلة التصنيع الحربي وإعطائه استراتيجية متقدمة على الصعيد البحري، سنجد على أن نفس الاستراتيجية يعمل عليها أيضا الجزائري، وهذه خطة خمس غير مكشوفة لدى الجانبين، ثلاث مصرية وخطتان جزائريتان. واليوم يحاول كل من مصر والجزائر الوصول إلى تحالف يحمي مثل هذه الصناعة. ثانيا أن الوسيط الذي يمكن أن يصبح عليه الأمر بالنسبة للجزائر يتقدم كل شيء، المخابرات الحربية المصرية في علاقتها بالمخابرات العسكرية الجزائرية. وبالنسبة لهذه الخطة الناجزة فهي ترغب في الوصول إلى تبادل معلومات، أولا متقدم على صعيد التصنيع، ثانيا على صعيد الحماية، ثالثا على صعيد السيبر ديفنس أو هذا الدفاع السيبرنيتي إلى آخره. هذه كلها نوقشت، وأهم ما ناقشه السيسي خصوصا مع الرئيس الجزائري قبل اللقاء كان ما هي المشاريع بالنسبة للجزائر لنقلها إلى الأراضي المصرية، لنقل الرأسمال الجزائري إلى القاهرة وأمام العاصمة الإدارية. يريد السيسي وبصفة شخصية أن تكون هناك مشاريع أولا تصنيعية متقدمة في تكنولوجيا دفاعية يرغب المصري في أن يكون الجزائري شريكا فيها، لأنه شديد التكتم والسرية، عالي الأداء، وثالثا وهذا هو المهم أن لديه علاقات متقدمة وموثوقة مع الروس. هذا يرغب فيه بشكل أكبر الرئيس السيسي، لأن الرئيس السيسي أمام ضرورات الجغرافيا السياسية وجدنا أن مسألة علاقته بروسيا اختلفت ما بين 2014 عندما كان يصادم أمريكا من أجل علاقات بين مع روسيا ثم من ثم فرنسا التي فتحها على الشرق الأوسط، إلى أن انتهت بصفقة الرافال مع الإمارات العربية المتحدة. ولولا دخول فرنسا عبر القاهرة منذ الرئيس هولاند وصفقة الرافال لما وصلت الرافال إلى الإمارات العربية المتحدة. لذلك فالمفتاح هناك تأثير كبير جدا، وجامع الدول العربية اليوم سيحسم فيها وبشكل كامل الرئيس السيسي والرئيس تبون. هل سيكون هناك لقاء عربي أم لا؟ وبخصوص التمثيل، المسألة تتعلق بممثل هذه الدولة في جامعة الدول العربية، هناك دول سيمثلها فقط ممثلها في الجامعة. لذلك فالمسألة محسومة بالنسبة للقمة، محسومة بالنسبة للمخابرات الحربية، وهذه هي النقطة المركزية التي يسعى معها الإسرائيلي إلى أن لا يكون هناك هذا المحور. هذا المحور هو أصعب محور، لأن سوريا والعلاقة مع مصر والعلاقة السورية المصرية يعرفها الجميع، لذلك بين الجيشين على وجه التحديد. فالمخابرات الحربية إذن في علاقتها بدمشق، في علاقتها بالجزائر العاصمة وبالمخابرات العسكرية الجزائرية، هذا هو سر التخوف الكامل بالنسبة لإسرائيل. لكن عندما يصل الوضع إلى العملية رقم 0921
وهذه العملية من جبل طارق، من مكتب في جبل طارق تابع لإسرائيل، وفيه عنصرين من الشباك وثلاث من الموساد، وهذه أول عملية يشترك فيها الشباك مع الموساد الإسرائيلي دفعة واحدة، هنا يتفق الجميع، وضد ما سمي بصواريخ الاس 400. هذه تكفلت بها تماما إسرائيل، الاس 400 الجزائرية تكفلت بها إسرائيل انطلاقا من مكتبها. والجزائر عموما تعرف جيدا على أن المخابرات الحربية المصرية جزء لا يتجزأ من أمن إقليمي، وليس فقط من أجل أمن متقدم في سيناء في مباشرة إسرائيل أو في وجه القضية الفلسطينية أو غيرها. ثاني مسألة، أن المخابرات الإسرائيلية لا تريد هذا التكارم كي لا تنسق المخابرات المصرية والمخابرات الجزائرية بخصوص ما سمي بلقاء الفصائلي، وهذا أيضا لديه أبعاد أخرى. لذلك فستفشل إسرائيل فيما سمي بالخطة البديلة بعد مناورات الأسد الأفريقي بخصوص إبعاد وتنحية الآس 400 الجزائرية، وهذا انطلاقا من إيطاليا، وإيطاليا اليوم لديها شراكة مع الجزائر، لذلك فهناك محاولة امتصاص لهذه الخطة التي كانت للأسد الأفريقي وقامت بعملية ضد الآس 400. بعدها انتقلت من الدي اي إلى أمان، ومن أمان صرفت عبر الشباك والموساد الإسرائيلي انطلاقا من مكتب جبل طارق. الخطة فيها ثلاث مراحل، وأهم من كل ذلك الوصول إلى محاولة اختراق لأمن الجزائر. هذا ما يمكن التأكيد عليه. وبالنسبة للمصريين قدموا معلومات بهذا الخصوص أيضا، لكن مع ذلك فإن كشف هذه العملية أتى لأن مكتبا في قبرص كان قد نقل معلومات، وهذه المعلومات هي ليبية بالأساس، والمصادر الليبية هي التي كشفت ذلك للمخابرات الحربية المصرية، وبعدها نقلت إلى المخابرات العسكرية الجزائرية. إذن بالنسبة لهذه المعلومات لا تزال شحيحة، وهذا الذي يدفع إلى المزيد من تمتين العلاقة ما بين المخابرات الحربية، وهذا ما يعطي أفقا مفتوحا للتعاون بين البلدين. لقد كانت هذه بمثابة عربون حقيقي للتعاون بين الجيش المصري والجيش الجزائري. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.